السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نبدأ نعمل حاجة ظريفة جدا، وهو ثلاث نقط وهي بتتحرك بترسم بينهم خط، والخط ده بيتبع الثلاث نقط دول. ده مش مع بعض. طيب خليني أحط النقطة في الأول، خليني ألغي ديت وهجي هنا، أقدر أختار من الأشكال ديت. طب أنا عايز أرسم شكل، فهقول له بنت اهيت، وهاجي أرسم وأقول له إن أنا عايز أرسم نقطة هنا. بالشكل دوت، تمام. او ممكن نقول له امسح دوت وارسم لي مثلا نقطة فعلا حقيقية هنا بالشكل دوت. طيب بعد ما رسمنا النقطة ديت، خلينا نيجي نرجع تاني للكود، وهقول له دوبليكيت دوبليكيت، واسمي دي بوينت 1، أسمي دي بوينت 2، ودي أكيد هنسميها بوينت 3. تمام كده، بقى أنا عندي ثلاث نقط صغيرين عايز أبدأ أخليهم يتحركوا. طيب هكتب كود في واحدة فيهم وبعد كده بنسخ في الباقي. هقول له إيه؟ هقول له إن أنا عايز أحط هنا زي فينتس أهو، لما حد يدوس كليك كده، تمام. وعايز أقول له بوينت إن دايركشن اهوت، تمام. طيب ايه اللي هيحصل كده؟ مفيش حاجة حصلت، لسه مديتوش امر الحركة. فانا اجي هنا اقول له ان انا عايز اقول له فور ايفر الحركة دي تحصل على طول، ويخليها موف 10 خطوات، موف 10 خطوات اهيت. طيب خلينا نجرب، مشيت وخبط وقفت هنا، تمام. طيب انا عايز الموقف هنا يرجع تاني، فيرجع تاني اف اون اتش باونس اهيت، تمام. الكود ده هبقى انسخه في الباقي، بس عايز ازود فيه نقطة، بدل هي البوينت دايركشن 90 دي عايز اخليها تبقى متغيرة شوية. فهقول له هنا بيك راندوم بدل 90، بدل ما هو رقم ثابت، وأقول له من ماينس 180 ل 180. بالشكل ده، كلام جميل، كلام جميل. طيب هقول له هنا بقى خد لي دي كده كوبي، تعال هنا اعمل لها بيست، ودي اعمل لها بيست. بص كده اللي حصل، كل واحدة فيهم بتتحرك في الاتجاه شكل. طيب خليني أضيف نقطة كمان، دوبليكيت، تمام. النقطة دي هبدأ أديها شفرة معينة، أجي هنا وأقول له إن أنا عايز القلم، بالشكل دوت. طيب مش لازم الشفرة ديت، خلينا نمسحها لدوت، واقول له ان انا عايز امر الايفنت اللي هو بيقوله اول ما يبدا. طيب هاخد ايه بقى من القلم؟ اول حاجه اقول له ان انا عايز ريسول، يعني لو في اي حاجه مرسومه قبل كده امسحها، وخلي البن السيت بن السايز بتاعه 210، تمام. نخليها مثلا 3، وبعد كده هقول له forever الأمر اللي هيبقى هنا هيتكرر معايا، تمام. أقول له اللي هي go to، وأقول له point one، تمام. أقول له بقى خلي يعني أول نقطة تبدأ معايا اللي هي point one أيا كان الموقع بتاعها أهوت، وارسم قلم منها بندون لي جو تو لدوت لبوينت 2 وبوينت 3. طيب او بعد كده اقول له ارفع القلم، وبعد كده اقول له غير لي
الكالر، شينج كالر تو كذا، شينج بين كالر باي 1 بالشكل ده. طيب ابدا اقول له ارسم، فهيبدا يرسم لي بالشكل ده. طيب انا عايز كل فتره كده، كل نص 5 ثواني يمسح اللي فات، تمام، بحيث ان احنا نستمتع بالشكل دوت. فخلينا اجي هنا في بوينت 4 واقول له ان انا عايز الفينت اللي هو دوت، تمام، واقول له فور ايفر عايزين اللي هي ريس اول تبقى نضيفه. طيب كده كل شويه كل ما يعمل حاجه يرسمها، فكده مفيش حاجه ترسم. فالحل بقى ان انا اعمل ايه، اقول له اصبر عليا شويه، اصبر عليا اللي هي ويت 5 ثواني وبعد كده امسح، تمام. خلينا نجرب، لاحظ ان الالوان بتتنوع وكل 5 ثواني بيمسح المكان ويبدأ يجيبها لك تاني بالشكل الجميل دوت.